السلام عليكم طلاب، نبدأ محاضرة رابعة. موضوعنا اليوم Electric Circuit Analysis. The Kirchhoff Voltage Law KVL KCL Kirchhoff Current Law اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة والOhm's Law أيضا أخذناها بالمحاضرات السابقة are the primary tools to analyze DC electric circuits. إذا تريد تحلل الدوائر الكهربائية DC فيعتبر Kirchhoff Voltage Law Kirchhoff Current Law والOhm's Law هي الأدوات الرئيسية اللي تستعملها على متحلل الدوائر الكهربائية الدي سي، إن كانت تستخرج فولتيات، تستخرج تيارات باور أو إنرجي، فتستعمل هاي خلينا نقول القوانين. The term nodal analysis is generally used when analyzing an electric circuit with Kirchhoff current law. خلينا نقول التسمية nodal analysis هي المعروفة إذا تريد تحلل بواسطة Kirchhoff current law. إذا تريد تحلل بواسطة Kirchhoff voltage law فتستعمل في الترم اسمه loop or mesh analysis is designated for problem solving using Kirchhoff voltage law. طبعا المش والنودل اناليسيس اثنيناتهم الطرق بانه طرق حسابيه وكافيه بغالبا بانه تحل البروبلمز، لكن طبعا ممكن اكو فد اختصار راح يكون للدائره ريدكشن اكزيست اللي هي السيركت ريدكشن تكنيكس مثل السيريز بارل كومبينيشن اوف ريزيستر اند اور فولتج ديفايدر اور كرنت ديفايدر ميثودز. مثل ما اخذنا بالمحاضرات السابقه ممكن انت قبل لا تبدي بالمش بالنودل analysis ممكن انت تسوي reduction للدائرة مالتك، ممكن تختصر المقاومات الموجودة على التوالي او المقاومات الموجودة على التوازي وتقلل عدد المقاومات مالتك لحد ما توصل تقدر تستعمل طريقة الفولتج ديفايدر والكرنت ديفايدر، فتقدر تستعمل combination بين المش نودل VDR CDR اكثر من طريقة عن متحلل الدائرة الكهربائية عن متحصل على الفولتير المطلوب التيار المطلوب الباور المطلوب الانرجي وهكذا، وراح تشوفون ان شاء الله هذا الشيء واضح بالامثلة مالتكم. نجي هسه للميش analysis. The mesh analysis technique consists of the following steps. نشوف الخطوات المتبعة على مود تحل بواسطة الميش analysis. نجي رقم واحد Transform all current sources to voltage sources if possible. تحول جميع مصادر التيار إلى مصادر فولتيات بالأمكن. نقطة ثانية Identify and assign a current to each mesh of the network preferably in the same direction. بأنه تحط current تجاه current اصطلاحي الكل mesh الكل شبكة الكل loop بالنتورك مالتك ويفضل يكون باتجاه واحد. احنا سوينا هذا الشيء بالمحاضرات السابقة بانه تحط اتجاه للتيار ويفضل بانه كل لوب يكون نفس الاتجاه، يعني فرضا تختار clockwise كل اللوبات اتجاه التيار clockwise. نقطة الثالثة write mesh equations using Kirchhoff voltage law and simplify them. تكتب معادلات ذن اللوبات باستعمال Kirchhoff voltage law وتختصرهم بانه اذا اكو اختصار متبسطهم. Solve the simultaneous system of equations. تحل المعادلات بحل آني. Number of equations is equal to number of meshes in the network. أكيد عدد المعادلات لازم يساوي عدد المش الموجود الشبكات الموجودة بداخل النتورك مالتك. هذا هو المش analysis. وراح نشوفه بالأمثلة شو راح نطبقه خطوة خطوة. فنشوف نجي للنودل analysis. The following steps describe the nodal analysis method. رقم واحد transform all voltage sources into current sources if possible. عكس المش هنا تحول جميع مصادر الفولتيات الى مصادر التيارات بالامكن. رقم اثنين identify and assign an arbitrary voltage to each node including the reference node in the network. بانه تحدد بصورة اعتباطية الفولتيات voltage to each node لكل node من ذن النودات including reference node حتى الريفرنس نود اللي هو البوتنشال مالته زيرو، بوتنشال فولتيه مالته فرق الجهد عليه على هذا النود يكون زيرو. And the network assuming all currents leaving the node وكل التيارات بانه هي خارجه عن النود راح نشوفون ان شاء الله بالمثال. The reference node اللي قاعد نقول عليه is normally assumed to be at zero potential. لذلك التيارات كلها تغادر هذا النود. Write node equations using Kirchhoff current law and simplify them. تكتب اكيد معادلات اللي خاصة بكيرشوف current law
وتحاول تبسطهم قدر الإمكان. رقم ثلاثة solve the simultaneous system equations of equations بأنه تحل المعادلات آنيا. رقم أربعة number of equations is n minus one where n is the number of nodes in the network including the reference node. عم تعرف حلك صحيح بأنه يكون عندك عدد معادلات يساوي إنه رقم النودات عدد عفوا النودات minus one هو يساوي عدد المعادلات. النودز ايش قد عندك نودز؟ خمسة، لازم عندك أربع معادلات.